إذا سيداتي أنساتي سادتي متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، الشوط الثالث الخيل العربية الأصيلة المبتدئة مسافة الميل مسافة 1600 متر، الحاجب الحسيب كاسيا سلام عطيشة بركومي واللزاز كورجون إيكود فاوس منجز الشجاع رماح وثامر الأحواز فايتر باليا وقنوان انطلاقة غاية مع الجود رقم 12 ثامر لي المالك ضافي رجل الذي المري والمدرب محمد حسين فالح بغريم على الصدارة وعلى المركز الأول ثاني مراكز محاولة مع الجود كورجون سيدر باند ميول على ثاني المراكز محاولة ثالثة من الداخل من قبل الجود رقم واحد الجود عفوا الجود رقم ثمانية كورجون سيدر باند ميول ومحاولة الجود رقم 13 الأحواز الشيخ فيصل بن حمد آل ثاني إبراهيم المالكي على ثالث المراكز محاولة من الخارج من قبل الجواد رقم 14 فايتر باليا لسيد عبد الله محمد العطية توماس لوكسك هادي الرمزاني على ثالث المراكز ومحاولة من قبل الجواد رقم 6 الجواد بركومي لسيد عبد اللطيف العمادي بدوري بيتروزا على ثالث المراكز عودة إلى الصدارة وعودة إلى المركز الأول مهندس ضافي رجل الأرزي المري مع الجواد رقم 12 ثامر لي فالع بغنيم الآن على الصدارة وعلى المركز الأول محاولة الباند ميول مع الجواد رقم 8 كورجون لسيد الباند ميول جون باتيستي هامل على رابع المراكز تقدم من قبل الجواد رقم 6 الجواد بركومي لسيد عبد اللطيف حسين العمادي ادواردو بيدروز الان على رابع المراكز اذا الصدارة زادت مع الجواد رقم 12 ثامر لي ضافي رجل الارضي المري الخط المستقيم باتجاه خط النهايه الصدارة والمركز الاول مع الجواد رقم 12 ثامر لي ضافي رجل الارضي المري فالع بغريم على الصدارة وعلى المركز الاول محاولة من الخارج مع ادواردو بيدروز مع الجواد رقم 5 عفوا الجواد بركومي لسيد عبد اللطيف العمادي ابراهيم المالكي من الخارج لكن الصدارة والمركز الاول مع الجواد رقم ثامر الجواد رقم 12 ضافي رجل الارضي المري على الصدارة وعلى المركز الاول محاولة من الخارج من قبل الجواد رقم 6 بركومي الان على الصدارة بركومي ادواردو بيدروز اذا ادواردو بيدروز فعلا الصدارة والمركز الاول ابراهيم المالكي وعبد اللطيف العمادي يخطف هذا الشوط. صدر اول مركز الاول مع الجواد رقم 6 الجواد بركومي للسيد عبد اللطيف العمادي الف مبروك. ثاني مراكز مع الجواد رقم 12 الجواد ثامر ثالث المراكز مع الجواد رقم 8 الجواد كورجون رابع المراكز مع الجواد رقم 9 الجواد ديكود فاوست خامسا مع الجواد رقم 4 الجواد طيش لي سيد رشاد الصعاق الف مبروك على هذا الفوز.